هل ثبت في السنة إرسال اليدين في الصلاة كنص يفيد أن النبي كان يرسل له، لكن استفيد ذلك من بعض الأحاديث كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ، عفوا، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يأمره بوضع اليمنى على اليسرى. ثم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه.